طيب 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 بتقول ايش طيب 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 شكونك؟ تكلم شكونك بالضبط؟ سبحان الله، انت وبوك فولة وتقسمت على اثنين. مين تعرفه بابا؟ تكلم. انا جعفر. شكون جعفر؟ صاحب بوك، روح في الروح. سلفات مع امك سيلها جعفر. انا نعرف بوك قبل ما تتولد انت. انا اللي دبرت عليه بشي مش سميك عليه. اوقات بوك الراجل ما يحبش الظلم، كان مناظر بقلبه ما يخافش من الجدرمي. كان يحب تونس يموت عليها. كان يقول لي نحب نربي ذريتي وعلم تونس فوق في السماء يرفرف. وش ضربه في راسه؟ عليه بوك كان يحبك برشا، انت البكر متاعه. كان يحبك تطلع قاري وتولي له محامي كيف الحبيب بورقيبه من عيال البلاد، مش باندي في صالة يتعدى متاع الناس. عيب. هز يا عم جعفر، هز. ما تعديت على حد هاد، هم يحبوني نولي هيك. البلد هذي غابة ويزمك تاكل حقك. ما تعديت على حد هاد عم جعفر. والمكس، والمكس اللي فرضته على التجار، والتكروري اللي تبا فيه، والعرق والماروك والزوفير متاعك مش تعدي على الناس هذي. ها بوك كان كيفك، ينطر الفرنك من الحيط اما يصرف على عائلته. كان يقول لي عشا فاطمة وعلي قبل كل شيء. وقتها اخواتك مازالوا ما زادوش، مش كيف كنت الفلوس طيش فيها على النساء ولا الشراب. اطلع الفلوس يا العدد، اطلع الفلوس يا العدد، حتى انا صرفت على عيالي. تعذبت خلت على خاطرهم الحبس. انا شو اللي متعذب؟ خل الحبس صرفت على اخويا ونكرر فينا في الاخر. صرفت على امي وعلى اختي وعلى فاطمه، ما خليتهاش تعتاش لحتى صحيه. حتى عاد بنسمي يتكلم على شوية الباندي الزوالي المزمر عاولته وقفت معاه تضرب وتتسلخ تكدك. حطوني فزليهم كي الكلب هسكي شربوها على خطرهم. خليني داي داي. كيف بوك صنديد ما يكبر في العين واحد. انت كيف بوك؟ انت كيف بوك؟ رجلة صنديد ما يكبر في عين واحد.